علمتي لا توصي حريص. السلام عليكم. شو عم تساوي هون ولا؟ شو دخلك انت ولا كداس؟ شلون شو دخلي شو عم تساوي هون؟ عادي اجاك هيك خليني روح على شغلي. عم تدفع؟ ايه بدفع. الله لا يهديك. انا بوشي. الله لا يهديك. يا واطي يا عبد الواطي انا بوشي. بدك يا واطي. شو بدك فيه؟ ماشي يا كداس بتحاسب. لساتك ما خسرت درنا النار ولا؟ امسك يا زلمه لوين شو صار له؟ وعدك بس ما وعدك. خلاص على حب النبي خلاص. يا ابو سليم معوضين الله يجعله لعيمه. عبود ايه عمي تعال قول شوف تعال امرك طمني معلم شو بك ليش عم تعرف ما في شيء سلامتك مو صاير معك شيء بالحاره لا شو بدك مو صاير ما في شيء معلم اكيد مو صاير معك شيء لا مو صاير شيء حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخذت الأغراض على البيت؟ إيه إيه الأغراض صاروا بالبيت معني. روح على شغلك روح روح. لك كمان صار عم قلب. وما شوف لكم يا غير نازل فيه على سفه خبط قتل الله وكيلكم عبود طلع من بين دياتهم نه 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 نه. شي هيك من باب لطاقة؟ والله ما بعرف يا عمي أبو عامر، يعني أنا اللي شفته حكيت لكم إياه. أبو عامر؟ قوم شفنا ليش كداس متحيون على عبود؟ إلا ما يكون في شي سبب مختار، كداس بعمره ما اعتدى على حدا. هلا إذا كان عامل له شي عملة، معلمه أبو سليم هو اللي برصه. مظبوط لها معك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام الله معك. السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. مستور مرمي جيب لي كاسة شاي ثقيلة بالزنجبيل، طير. يلا بأمرك. أنت متأكد من الحكي كداس؟ مثل ما أنا شايفك معلم دير بالك كداسة هذا الموضوع ما بتحكي فيه بنوب الله يرضى عليك أنا بتصرف أمرك معلم رودة شغلك وبعت لي غريب صار هيك لكان يا عبود يا قليل الأصل لك معلمك ما مقصر عليك بنوب بتقوم بتغدر فيه بسيطة أنا بورجيك مري معلم عمي بتروح على حمام ابو سليم بتجيب عبود وبتيجي مثل الطير الطاير صار وينك؟ خد اذن معلمه ولو يا معلم الله يسامحك السلام عليكم وعليكم السلام يا حدوك سلام يا غريب كيفك عمي؟ لك اهلين وسهلين تبقى تمام الدور اهلين وسهلين يا الف صحة بيسلم عليك عمي ابو عامر وبيقول لك شان عبود خليه يروح لعنده عاوزه غير شو بده ابو عامر من عبود؟ والله ما بعرف يا معلمي، كل اللي قال لي اياه انه عاوزه وقال لي جيبه معي. ايوه عبود امرك علي تعال شوف تعال يلا جيب كيف غريب؟ قال يا عبود شو عامل لحتى ابو عامر بده اياك تروح لعنده ضروري على البواكية؟ ما بعرف ماني عامل شيء معلمي اكيد مو عامل شيء لا شو بدي يكون عامل ماني عامل شيء ليش لك انا ابو عامر بده اياك تروح لعنده ضروري على البواكية؟ ما بعرف علمي علمك يا معلمي ماشي بتروح بتشوف شو بده وبترجع على الحارق على الحمام ها فهمت؟ امرك معلمي بتوصي شي عمي؟ عمي غريب قل لي عمي بتسلم على معلمك قل له بيسلم عليك عمي ابو سليم الله يسلمك عمي بيوصل ان شاء الله تيسر والله معكم يلا السلام عليكم هات لشوفه بقى قل لي شو بدي اقول لك معلم ابو عامر؟ شو في بينك وبين حريم معلمك ابو سليم؟ حريم معلمي؟ احكي! ما في الا كل خير يا معلم ابو عامر يعني معلمي ابو سليم بيبعتني على البيت بودي الاغراض وبرجع طيران على الحمام اسمعوا لا في ناس ما لهم غير سيرتك وانت رايح جاي على بيت معلمك وفي ناس شافوك وانت عم تحكي مع بنته الله يستر عليها وما في بايدك شيء تعطيها اياه يا بتعترف يا بعمل لك فلقه بكروت كل شيء ببطنك لا دخيلك معلم راح احكي راح احكي احكي ما تكذب ولا بحرف راح احكي بصراحه انا انت شو؟ انا عم بحكي مع شفيقه مين الشفيقه هو؟ شفيقه بنت معلمي ابو سليم شو عم تقول؟ والله هذا اللي صار يا معلم يخرب بيت قلبك
مع بنت محمد يا ابن الحرام مع ولين مع ولين عم تهرب. مشان الله يا معلم ابو عامر والله العظيم قصدي شريف. لك اذا قصدك شريف تفضح على البنات تفضح على البنات. بدي اتجوزها على سنه الله ورسوله وما في شيء بيناتنا. اذا بدك اياها ليش ما طلبتها من ابوها؟ اطلبها يا ريت. انا هاد اللي بدي اياه يومها بالبكره. شو اللي بمنعك؟ الفقر. الفقر اللي مانعني يا معلم. مثل ما بتعرف انا وحيد ما عندي لا اب ولا ام ولا اخوات. ما عندي غير الله ومعلمي اب سليم يلي حواني وشغلني عنده بالحمام وعم نام عنده بالحمام. شلون بدي اتزوجها؟ شلون؟ ويعلم الله انه انا ليل نهار بهي القصه وما عم تروح من بالي. بس يلعن ابو الفقر يلي مثلي لشو عيشتهم يا معلم؟ لشو عيشتهم؟ عبود الفقر بعمره ما كان يعيب رجال. الرجال ما بتعيبوا غير اخلاقه. لو كنت من اول اجيت لعندن مني وحكيت لي هالشي كنت انا بجوزك اياه. صلاة محمد انت بتزوجني اياها معلم؟ ايه. تعرف ليش؟ لانك بطاي وشب شغيل. بس هذا اللي كنت عم تعمله غلط كبير كتير كبير. اللي بده السترة يدق الباب ما بيفوت من الطاقة، واللي بيحب الداني يحافظ على سمعته. مظبوط كلامي؟ والله مظبوط يا معلم، بس أنا نيتي شريفة وما كان قصدي الأذى. ربي يشهد علي. من هلا ورايح مالك روح على بيت معلمك، وإذا طلب منك توصل غراض ما بتوقف تكي قدام البيت، ومع المخلوقة ما بتحكي لحتى يصير نصيبك عليها. أمرك. وأنا بوعدك بشرفي إنه هذا اللي حيصير. إن شاء الله يا عبود إن شاء الله. روح على عمي على شغلك، وإذا سألك أبو سليم شو بده منك أبو عامر قل له سألني عن عيلة فقيرة مشان يعطيها مونة الشهر. ربي يجبر بخاطرك وما يحرمنا منك ويستر على حريماتك بجاه النبي. عبود سامحني سامحني، أنت مثل أخي الصغير. روحي جهزي الضيافة. حاضر. يا مو شو بتقولي أبو عامر بده من أبي؟ ما بعرف، بس أكيد جيته إلها سبب. يعني مثل شو؟ ما بعرف. شو بعرفني؟ روحي لغرفتي. حاضر يا مو. إن شاء الله يكون جاي يحكي مع أبو سليم مشان يخطب وحدة من بناتي. بس كانت شهيرة خانهم اجت وطلبتها مني. عمي انا جايك بطلب وان شاء الله ما تخيبني فيه. خسا يا ابو عامر، ما بتطلع من هون لتاخذوا من عيني هي قبل عين. من اخره ابو سليم، عبود بدنا نجوزه. منجوزه؟ ليش حتى ما نجوزه؟ وعبود شغيلك يا ابو سليم وانت بتعرفه منيح، وما بده مين يزكي لك اياه. ايه عبود اشهد بالله انه قبضاي وشغيه وزقرته ما في منه. بس ليش عم تلقي لي هذا الحكي؟ بصراحه يا ابو سليم انا جاي اطلب ايد بنت من بناتك لعبود. شو؟ جوز عبود بنت من بناتي؟ شو بنا ابو سليم؟ هلا قلت انه الشاب قبضاي واخلاقه ما في منها؟ ايه يا ابو عامر ما اختلفنا، بس انا بعمري ما حطيت ببالي لعبود انه يكون صهري. يا ابو سليم انت قلت لي الولد مقطوع من شجره، اذا انت وانا ما وقفنا معه مين بده يوقف معه؟ بس يا ابو عامر اسمع، جوازته انا بتكفل فيها ماشي؟ مشان هيك انا جاي اطلب البنت منك. ماشي يا ابو عامر، جيتك لعندي كثير كبيره. يعني موافق؟ موافق. وراح بعطيه بنت زهريه. لا لا اعطيه بنتك شفيقه. شلون بدي اعطي شفيقه؟ شفيقه صغيره وزهرية هي الكبيرة، هي لازم تتجوز. بعرف بعرف، لازم تعطي شفيقة. ليش لازم أعطي شفيقة؟ سمعان شي عن بنتي شفيقة أبو عامر؟ اللي لا يا أبو سليم شو عم تحكي أنت؟ ما في شي من اللي عم تفكر فيه بنوب، بس شفيقة صغيرة ولابقين لبعض.
ماشي خي ابو عامر، خلاص اللي بدك اياه بصير، نعطيه شفيها. تكلنا على الله، نارا فاتحه على نيه توفيق وسليم. بسم الله اصلحنا. عمي شو بده منك ابو عامر جاي لعندك بهالوقت؟ اجا يطلب شفيها للجواز. ابو عامر بده يتجوز شفيها؟ مو هو بده يتجوزها. لكان لمين طلب ايدها؟ طلبها لشغيل يا عبود. شو؟ سهلية كسرية تعي عبود بده يخطب. وطي صوتك الله يوفقك بدك تضحي. وانت شو قلت له؟ لك شو قلت له؟ أعطيته كلمة للرجال ورينا الفاتحة وانتهينا من القصة. بس يا ابن عمي عبود ما عنده بيت، وين بده يسكن البنات؟ نستقري له بيه؟ شو هالشغلة الكبيرة يعني؟ بعدين عبود شغيلي بعرفه منيح، وأنا اللي مربيه، مو لازم نوقفه مش نصيبه للبنت. الله يرضى عليكي. بس لازم نجوز زهرية بالأول. لك شو جاب سيرة زهرية هلا؟ قلت لي شفيها رح تتجوز عبود، فهمتي لما ما فهمتي؟ فهمت ابن عمي، فهمت اللي بدك يا بيصير. ايه منيح هيك، هيك بدي اياك تفهمي، وخبري شفيها بهالشيء. حاضر ابن عمي. بعدين هيك بدي لها امومي. فكرت ابو عامر هو اللي بده يتجوز شفيقه، بيطلع عبود هو اللي بده يتجوزها. صمنا وفطرنا على بصله، ولي على حظي عليك يا بنتي على هالنصيب. لك تقبري قلبي يا شفيقه، والله فرحانه لك من جوات قلبي. تسلمي لي يا اختي، عقبال ما تاخدي يلي بتحبي. يلي بحبه يا حسرتي، ليش أنا في حدا متذكرني أو مفكر فيني؟ أي والله والله حاسة حالي عايشة من القلة. أضرب عليك يا أختي، بكرة الله بيبعث لك نصيب يسر قلبك وخاطري. إيه الله كريم لك أختي، الله كريم. بس المهم هلأ ما عاد في وقفة على باب الزقاق. المهم عبود رح يصير إلي، والله ماني مصدقة حالي، حاسة حالي كأني بحلم. رصيني رصيني لشوف حالي بحلم ولا بعلم. تعي لقلك. لك تتحرقي على القرصة. إيه شو عم تعرفي إنك بحلم؟ إيه صدقت، هاد أسعد يوم بحياتي. إن شاء الله يا أختي الله يجعل التمام على خير. آمين آمين يا رب.